أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان الجمع باستعمال خط الأعداد لمادة الرياضيات للصف أول ابتدائي، فهيا بنا نتعلم اليوم استعمال خط الأعداد لإيجاد ناتج الجمع. فهيا بنا للنشاط التالي: أستعمل خط الأعداد لأجمع، أبدأ بالعدد الأكبر ثم أعد تصاعدياً بعده. هذا يا أبطال يسمى خط الأعداد، يبدأ من العدد 0 1 2 3 وتوقف عند الرقم 12. إذن هذا يسمى يا أبطال خط الأعداد، وسأجمع العددين 5 زائد 3 باستعمال خط الأعداد. إذن يقول السؤال: أستعمل خط الأعداد لأجمع، أبدأ بالعدد الأكبر ثم أعد تصاعديا بعده. 5 زائد 3، ما هو العدد الأكبر من هذين العددين يا أبطال؟ 5، أحسنتم. إذن العدد 5 هو العدد الأكبر، إذن نأتي عند العدد 5. هذا هو العدد 5 على خط الأعداد، إذن نبدأ من العدد 5. 5 زائد 3، إذا نبدأ من العدد 5 ونقفز 3 مرات. إذا يا أبطال الآن نبدأ من العدد 5 وسنقفز 3 مرات. 1 2 3. إذا 5 زائد 3، أتينا عند العدد الأكبر وهو العدد 5 وقفزنا 3 مرات. 1 2 3. كم الناتج يا أبطال؟ أحسنتم، العدد 8. إذن 5 زائد 3 يساوي 8. لكي أجمع باستعمال خط الأعداد، أبدأ بالعدد 5 ثم أعد تصاعديا 6 7 8. أتينا عند العدد 5 وقفزنا 3 مرات ووصلنا للعدد 8. إذن 5 زائد 3 يساوي 8. أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الأول: أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي جملة الجمع هذا. نبدأ بجملة الجمع: 2 زائد 6 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين يا أبطال؟ أحسنتم، العدد 6. إذن أبدأ بالعدد الأكبر وأقفز كم مرة يا أبطال؟ أقفز مرتين. إذن نأتي عند العدد 6 وهو العدد الأكبر ونقفز مرتين. أحسنتم، 1 2. وصلنا عند العدد كم يا أبطال؟ أحسنتم، 8. إذن 2 زائد 6 يساوي 8. ممتازين. ننتقل للمثال الثاني: أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي جملة الجمع. جملة الجمع: 8 زائد 3 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين يا أبطال؟ أحسنتم، العدد 8. نحدد العدد 8 على خط الأعداد: 8 زائد 3. الآن كم نقفز مرة يا أبطال؟ 3 مرات. أحسنتم، 1 2 3. وصلنا العدد كم؟ 11. أحسنتم. إذن 8 زائد 3 يساوي 11. أحسنتم. إذن نكتب في الفراغ 11. ننتقل للتدريب الأول: أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي جملة الجمع التالية: 1 زائد 4 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين يا أبطال؟ 4. أحسنتم، إذا نحدد العدد 4 على خط الأعداد. الآن 1 زائد 4، بدأنا بالعدد الأكبر، الآن سنقفز كم مرة يا أبطال؟ مرة واحدة فقط. إذا نأتي عند الأربعة ونقفز رقم 1. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ إلى الرقم 5. أحسنتم، إذا 1 زائد 4 يساوي 5. ممتازين. ننتقل لجملة الجمع التالية: 3
زائد 6 يساوي. الآن نبدأ بماذا يا أبطال؟ ممتازين، نبدأ بالعدد الأكبر. وما هو العدد الأكبر؟ 6. أحسنتم. إذن نحدد الرقم 6 على خط الأعداد، هذا الرقم 6. الآن سنقفز كم رقم؟ 3 أرقام، 1 2 3. إذن 6 زائد 3 كم يساوي يا أبطال؟ 9. أحسنتم. إذن 3 زائد 6 يساوي 9. ممتازين. ننتقل للتدريب الثاني. أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي الجملة التالية 7 زائد 3. الآن ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ 7. أحسنتم. إذن نحدد العدد الأكبر وهو العدد 7. إذن نحدد العدد على خط الأعداد، هذا العدد 7. وسنقفز كم مرة يا أبطال؟ 3 مرات. أحسنتم. 1 2 3. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ إلى الرقم 10. أحسنتم. إذن 7 زائد 3 يساوي كم؟ يساوي 10. ممتازين. نأتي لجملة الجمع التالية 6 زائد 1. الآن نبدأ بالعدد الأكبر. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ أحسنتم، العدد 6. إذن نحدد العدد 6 على خط الأعداد، هذا العدد 6. ممتاز. الآن سنقفز كم مرة يا أبطال؟ مرة واحدة فقط. إذن نأتي عند العدد 6 ونقفز مرة واحدة. وصلنا إلى العدد كم يا أبطال؟ أحسنتم، إلى العدد 7. إذن 6 زائد 1 يساوي 7. ممتازين. والآن نأتي للمثال الثالث. مع عمران 6 كرات قدم، أعطى 3 منها لأخيه ثم اشترى كرتين جديدتين. كم كرة مع عمران الآن؟ هذه يا أبطال 6 كرات قدم، 1 2 3 4 5 6. كم عدد هذه الكرات؟ 6. أحسنتم. أعطى 3 منها لأخي، إذن الكرات نقصت. إذن نقول 6 ناقص. كم أعطى لأخي يا أبطال؟ 3. ممتازين. 6 ناقص 3. إذن كم كرة نضع عليه علامة إكس يا أبطال؟ 3 كرات. ممتازين. 1 2 3. كم تبقى مع عمران الآن يا أبطال؟ أحسنتم، تبقى معه 3 كرات. ممتازين. ثم اشترى كرتين جديدتين. الآن مع عمران 3 كرات، إذا نكتب 3 كرات. ثم اشترى كرتين جديدتين. الآن نضيف الكرات التي مع عمران كرتين جديدتين. أحسنتم. إذا نقول 3 زائد 2، يعني كرتين يا أبطال. الآن هذه 3 كرات يا أبطال سأضيف إليها كرتين. أحسنتم. 1 2. كم مع عمران الآن يا أبطال؟ أحسنتم، مع عمران 5 كرات. نأتي للتدريب الثالث. أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي جملة الجمع التالية 3 زائد 4 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين يا أبطال؟ أحسنتم، العدد 4. إذن نحدد العدد 4 على خط الأعداد، هذا هو العدد 4. والآن سنقفز كم مرة يا أبطال؟ 3 مرات. أحسنتم. 1 2 3. وصلنا للعدد كم يا أبطال؟ أحسنتم، العدد 7، وهو الناتج يا أبطال، 3 زائد 4 يساوي 7. ممتازين. ننتقل لجملة الجمع التالية 9 زائد 2 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ أحسنتم، العدد 9. الآن نحدد العدد 9 على خط الأعداد، هذا هو العدد 9.
والآن سنقفز كم مرة؟ مرتين أبطال. واحد اثنان. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ إلى الرقم 11. إذن 9 زائد 2 يساوي 11. أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الرابع. أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي جملة الجمع التالية 5 زائد 2. الآن ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ أحسنتم، العدد 5. إذا نحدد العدد 5 على خط الأعداد، هذا هو العدد 5. الآن نقفز كم مرة يا أبطال؟ ممتازين، نقفز مرتين، لأننا سنجمع إلى الخمسة العدد 2. إذا نقفز مرتين، 1 2. وصلنا إلى الرقم كم؟ أحسنتم، الرقم 7. إذا 5 زائد 2 يساوي 7. أحسنتم. نأتي لجملة الجمع التالية 6 زائد 3. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ أحسنتم، العدد 6. إذا نحدد العدد 6 على خط الأعداد، هذا هو العدد 6. والآن سنقفز كم مرة يا أبطال؟ أحسنتم، نقفز 3 مرات، لأننا سنضيف للعدد 6 3. أحسنتم، 1 2 3. إذا كم الناتج يا أبطال؟ 9. أحسنتم. إذا 6 زائد 3 يساوي 9. ممتازين. والآن ننتقل لسؤال التقويم الأول. يلعب 3 أطفال وانضم إليهم طفلان، ما عدد الأطفال الذين يلعبون الآن؟ لدي أبطال 3 أطفال يلعبون بكرة القدم. إذا نكتب 3 ونحدد العدد 3 على خط الأعداد، هذا هو العدد 3. ممتازين. وانضم إليهم كم طفل يا أبطال؟ طفلان. أحسنتم. إذن انضم إليهم طفلين. إذن العدد زاد أم نقص يا أبطال؟ أحسنتم، العدد زاد. ممتازين. إذن نقول 3 زائد. كم زاد العدد يا أبطال؟ أحسنتم، زاد طفلين. إذن نقول 3 زائد 2. ممتازين. الآن حددنا العدد 3 على خط الأعداد. الآن سنقفز كم مرة يا أبطال؟ ممتازين، نقفز مرتين. أحسنتم. إذن 1 2. وصلنا إلى الرقم كم؟ ممتازين، وصلنا إلى الرقم 5. إذن 3 زائد 2 يساوي 5. ممتازين. كان لدي 3 أطفال، انضم إليهم طفلان، أصبح عدد الأطفال 5. 1 2 3 4 5. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني. أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي جملة الجمع التالية 9 زائد 3 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ أحسنتم، العدد 9. إذا نحدد العدد 9 على خط الأعداد، هذا هو العدد 9. الآن سنقفز كم مرة يا أبطال؟ أحسنتم، نقفز 3 مرات. 1 2 3. كم الناتج يا أبطال؟ أحسنتم، الناتج 12. إذن 9 زائد 3 يساوي 12. أحسنتم. نأتي لجملة الجمع التالية 3 زائد 3. ما هو العدد الأكبر يا أبطال؟ أحسنتم، متساويين. إذن نبدأ من الرقم 3. إذن نضع دائرة على الرقم 3. والآن سنقفز كم مرة؟ أحسنتم، سنقفز 3 مرات، لأننا حددنا الرقم 3 وسنقفز 3 مرات. إذن نقفز الآن يا أبطال، 1 2 3. وصلنا إلى الرقم كم؟
أحسنتم، وصلنا إلى الرقم 6. إذن الناتج 3 زائد 3 يساوي 6. أحسنتم. تعلمنا اليوم أعزائي الطلاب استعمال خط الأعداد لإيجاد ناتج الجمع. فالجمع باستعمال خط الأعداد لدي خطوات. أولى هذه الخطوات أبدأ بالعدد الأكبر. إذن يا أبطال أبدأ بالعدد الأكبر وأحدده على خط الأعداد. أحسنتم. الخطوة الثانية يا أبطال أقفز تصاعديا على خط الأعداد من العدد الأكبر بالعدد الثاني. بعد ما حددنا يا أبطال العدد الأكبر على خط الأعداد أقفز بالعدد المجموع إليه على خط الأعداد. الخطوة الثالثة أكتب العدد الذي أتوقف عنده وهو الناتج. الآن يا أبطال بدأت بالعدد الأكبر وحددته على خط الأعداد، أقفز تصاعديا بالعدد الثاني المجموع إلى العدد الأكبر، سأتوقف عند عدد، العدد الذي أتوقف عنده يعتبر الناتج. أحسنتم. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.